في وسط العام جبت 7 معين، الباك جبت 4.3. عملت الباك نظمت روحي لو ماكسيموم، عندي تاكي حلو معناها قرايت كل وقت اللي نتعب نسكر، وقت اللي نحب نقرا نقرا. أنا ريان سعيداني، باك أنفو، أقرأ في ليسي خير الدين ريانا. دخلت معاكم من سي في باك كامل ولا لا؟ في وسط العام جبت 7 معين، الباك جبت 4.3. والله انا عملت باك بديت نسيت، بديت معاكم لي لونغ كود بعد انا في وسط العام، هذا مش صليح، خلنا كي تركزوا على الباك خير من تركزوا على في وسط العام. وانا من وقتها وكان تي بي وكان واحد معناها هذيك نحسوا مضيعه وقت، عندي تاكي هل معناها قرايتي كل وقت اللي نتعب نسكر، وقت اللي نحب نقرا نقرا، ولا معناها ونلقى لازم في اللازم وكل شيء. دونك انا ما مركزش مع قرايه في وسط العام، دوفورات ساعات ما يمشيش نعدي حاجاتك هكا شويه بشويه لين خلطت الباك. صحيح ما خلطتش كيما كنت نحب، عملت الباك نظمت روحي لو ماكسيموم. كل كلها حاطتني كنترول كان مش ريفيزي كل، فهمت؟ وانا من داخل نعرف روحي شنيا، حتى الفامي عندهم فيا ثقه وكل، هم كيف يقول لك سبعه بجاي تراهو شوي، فهمت؟ اما اللي عندهم فيا ثقه وانا نحكي معاهم كل نقول لهم صغار ومليقل. بين هات الريزولتا 9 نتاع الصباح والمساج، وقتها كنت مع العائله كنا نحكيو، لفت هكا نلقى مساج، هكا هو حليت نلقى 14.3، هكا قلت لهم مساج جاي فرحوا كل صحيت هكا. إن شاء الله سيونس انفو. انا عندي مشكلة اني مثلا مش نقرا الدرس هذاك، درس نعطيه اكثر من حقه، نقعد مثلا عادي جامعتين نقرا فيه. مشكلتي انا جيت في بيريود ريفيزيون، عرفت كلي جربت جيت في ريفيزيون، عملنا ريفيزيون في تاكي، انا خليت ريفيزيون ذيك، قلت نكمل بقية البرنامج وبعد ندخل ريفيزيون معكم مع مدام يوسف، نوجه لها تحية حتى الكل. هذاك علاش انا تجربت يمكن في اخر مدة ودخلت بعضي شوية، كان نرجع غيان هذاك نقول له كل درس ما تعطيش اكثر من حقه، وجست أقرأه اخدم عليه وتعب عليه واثر عليه كهو. لي جونغوجيسترومون، انا مثلا اليوم روحت تعب ما نعرفش كنت نترينا كنت نعمل في حاجه ما عنديش لونفي باش نقرا، نمشي نرقد وبعد وقت اللي نقوم عندي سفل جديد وانرجي جديده نحل نقراه بجو، انا ما نقراش كلي حاجه نغصب عليها، عندي لي ريزومي وعندي كل شيء. وقتها مع مدام يسر نقراو في لامبليفيكاتور لوبسيلون، تقول لها هي حبسلونا، ضحكتني على الاخر، هذه اكثر حاجه ضحكتني. بأن نقرا ستاندر، حطيتوني ستاندر، اما مسيو جمال نتاع الفيزيك قال لي هو اكسيلون، رسمي سيونس نتاعو نبدا نستنى فيها، مسيو فتحي نقرا عنده انا ومدام امال في البروغراماسيون توب 50 تقريها. نقول لمستقبلي هذا ومعناها كما نتعبش توا بعد معناها مش ندم لي انا، معناها الدقيقة ذيك اللي ما قعدتش نقرا فيها ذيك باش ندم عليها بعد. دونك كل معناها شنو هي بيريود صغيرة تنجم تبدل لي في مستقبلي برشا حاجات الدقيقة ذيك باش نقعد. والله كي تعطي ثقة في روحك معناها ما يهمك في شيء، العالم كل ضدك عندك انت ثقة في روحك، تعرف عندك معناها كاباسيتي باش تعمل حاجة ذيك تعملها، ما يهمك في حد وفي شيء. والله نقولها للتاكي الكل خاطر بالرسمي فما معناها سيرفيس رابيد ياسر، بروفيت ما احسن ما فما، بالرسمي كل شيء متكامل اللي خرجت حاجة بها على الله.